احنا كده قلنا خدنا المره اللي فاتت الالبيومين والاي ال تي والاي اس تي، خدنا الالكالين ولا لا؟ لا ما خدناش خدنا الألقالين، وقفنا عنده. ماشي. طيب احنا هناخد الجي جي تي وبعد كده الالكالين. اوكي احنا عندنا الجي جي تي عشان هما بس مختلفين عن بعض، عشان انت بتضيفي كده تجيب الجي بي تي تقطي الجي جي تي ورا بعض. تمام. تمام. الجي جي تي هو جاما جليوتاميك ترانس امينيز بورد. احنا قلنا الجي بي تي والجي او تي الاثنين بيشتغلوا على الالفا امينو اسيد جروب، او اول مجموعه في مجموعه الامينو اسيد الايه البروتين اللي عندي. اول مجموعه دي ترتيبها الالفا، تاني مجموعه ترتيبها البيتا، تالت مجموعه ترتيبها الجاما. يبقى الاي ال تي والاي اس تي بيشتغلوا على اول مجموعه اللي هي في الوضع الفا، اما الجي جي تي بيشتغل على ثالث مجموعه اللي في الوضع جاما، عشان كده بيجي اسمه جاما جلوتاميك ترانس امينيز. طيب بيشتغل على الترانس امينيز بين مين وبين؟ بين للجلوتاميك فقط مع اي حد تاني. يعني هناك كان الالينين والجلوتاميك او الجلوتاريت والاسبرتيت والجلوتاميك برضه، اما هنا الجلوتاميك فقط مش معاه حد تاني، عشان كده ملوش اسم تاني، هو له جي جي تي او جاما جلوتاميك ترانس امينيز فقط. بيشتغل برضو بترانس امينيز او الترانس بيبتيز، ده هي نفس النظام، عشان هو بينقل ايه، بينقل جروب من الامينو اسيد اللي في الوضع جاما زي احنا ما قلنا بالظبط. فامينيز او بيبتايتز، بيبتايتز جايه من برضو اسم يطلق على الوحده الصغيره من البروتين. تمام. الامينو اسيد الوحده البنائيه من البروتين، فهما الاثنين نفس الحاجه. طيب مهم اعرف للجي جي تي ايه اللي بيميزه عن الايه الجي بي تي والجي او تي. اولا المكان، السايت بتاعه، في السايت هو موجود في البيلاري داكت فقط، موجود في البيلاري داكت فقط، القنوات المرارية. القنوات المرارية دي اللي هي موجودة في الكبد وبتودي للمرارة عشان تخزن البيل أو العصارة الصفراوية في المرارة، فهو موجود في المكان ده فقط. والحاجات دي مهمة جدا نركز عليها وتبيضيها على جنب كده، عشان هنشوفها في دراسة الحالات ان هي مهمة جدا، هي اللي بتعرفني اشخص الحالة ازاي، مكان كل انزيم والوظيفة بتاعته ايه بالظبط. فالوظيفة بتاعته بيشتغل برضو على البروتينات. تمام. بينقل الجاما امينو اسيد لبروتين واحد اللي هو الجلوتاميك، ومكانه موجود في البيلاري داكت اوف فور الكبد اللي هي القنوات المرارية اللي بتودي للمرارة. الطريقه العملي نفس الطريقه العمليه بتاع الاي ال تي والاس تي، اللي 400 مايكرو من ار 1 زائد 100 مايكرو من ار 2 زائد 50 مايكرو من سيرم، وبقيس قياس مباشر لان ده انزيم. هنثبت عندنا يا دكتور احلام ان اي انزيم بيتقاس قياس مباشر، يعني اي انزيم قياسه الكيميائي عباره عن تفاعل كاينتيك او تفاعل حركي، عباره عن تفاعل كاينتيك او تفاعل حركي. تمام. يبقى اي انزيم بيتقاس قياس مباشر. ايه اللي بيميزه؟ بيميزه انه بيشتغل على الجاما بس، والمكان بتاعه الوحيد اللي هو البيلاري داكت. نرجع بقى للالكالين فوسفات او الاي ال بي، لان هو مختلف عنهم شويه. اولا هو موجود في البون والبيلاري داكت برضه، من اسمه كده ببدا اعرف عنه معلومات كتير. ايه اللي بي اختصار الكالين فوسفات، معنى ان هو الكالين معنى ان هو بيشتغل في وسط قاعدي فقط، فشرط لعمله هو توافر البي اتش القاعدية او الوسط القاعدي. فالالكالين فوسفات دي عبارة عن انزيم بيشتغل في الوسط القاعدي، موجود في البيلاري داكتس القنوات المرارية بتاعة الكبد، وموجود في البون او الانتستين والبلاسنتا في حالات معينة. نقول تاني الحتة دي، يعني هو بشكل دائم بيطلع بنسبة كبيرة من حاجتين، من البيلاري داكت القنوات المرارية بتاعة الكبد، ومن البونز او العظام. تمام. ده بيطلع بكميه كبيره منهم. في بقى كميه صغيره جدا بتطلع من الانتستين، الانتستين اللي هي الامعاء، الانتستين اللي هي الامعاء، ونسبه كمان منه تطلع من البلاسينتا، بس البلاسينتا مش كل الاوقات، لان طبعا مين اصلا اللي عندهم البلاسينتا؟ البلاسينتا دي اللي هي المشيمه اللي بتكون عند الحوامل، اللي بتتكون عشان تحمي الحمل
من اي ايه اخطاء، وتغذي الجنين وهكذا. طيب البلاسينتا دي تبقى موجوده او بتبدا تفرز انزيم الالكالين فوسفات في المرحله الثانيه والثالثه فقط من الحمل، ودي حاله خاصه بالحمل فقط، مش دايما احنا عندنا ايه بلاسينتا. فعشان كده بقول او انا بركز ان الالكالين فوسفات بيطلع من البيلاريداكتو ومن البونز بشكل اساسي، البلاسينتا مش اساسيه، والانتستين نسبه قليله منها خالص هي ايه اللي بيتم افرازها. برضه يا دكتور هنمشي بالترتيب اللي هو الأماكن بالترتيب. آسفة يا دكتورة، بس عشان المؤذن كان هيطلع في الصوت يعني وكده. تمام، تمام طب قولي معاكي. بقى. طب اقول لك، هو احنا برضو هنا في الالكالين نحفظ برضو بالترتيب اللي هو القناه الماليه وبعدها البونز وبعدها الحاجات دي، نحفظ برضو بالترتيب زي ما كنا بنحفظ ايوه السلايس هناك. شاطرة شاطر شاطر، برافو انك لسه فاكرة، شاطرة. انا عايزاكي تركزي كده زي ما بقولك بالظبط، اللي هو اول مكانين مع بعض البيلاري داكت والبو. طب ليه احنا هنا جبنا الاثنين مع بعض في نفس المكانة؟ لان هما الاثنين في حاجات تانية هتفرق اذا كان الالكالين عالي بسبب البون او بسبب الكبد. تمام، في حاجات تانية ايه هتبين. اوكي، فهما الاثنين بيطلعوا مع بعض من بعض بنسبة كبيرة. تمام، موجودين في المكانين ومهمين للاثنين. تمام، طب ايه اللي هيفرق لي انا دلوقتي؟ عايزه افضل، عايزه اخلي حاجه، ابدا من حاجه ترتيب، عايزه اشوف اولويات. باقي انزيمات الكبد هي اللي هتحكم لي الموضوع ده، وده هنشوفه اكتر ونفهمه اكتر في الاستادي كيسز او دراسه الحالات. في دراسه الحالات، تمام، هنفهمه اكتر في دراسه الحالات. ماشي، بس انا عايزاك تجيب الانتستين في درجه أخيرة خالص، يعني أول حاجة البيلوري داكت والبول، وبعد كده البلاسينتا، بس دي قلنا الحوامل فقط، وبعد كده الانتستين آخر حاجة خالص الانتستين. ماشي، لأن نسبة بسيطة بتخرج إيه منها. طيب الوظيفة بتاعته، مش أنا أقول بقول من اسمه هعرف كل حاجة، فأنا بقول اسمه ألكالين فوسفاتيز، يبقى عبارة عن إنزيم بيشتغل في وسط قاعدي، بيشتغل على مجموعة الفوسفات، فبيعمل حاجة اسمها دي فوسفوريليشن. دي فوسفوريليشن، دي فوسفوريليشن معناه إزالة أو ريموفينج للفوسفات جروب من أي مولوكيول ماسك فيه فوسفات. يعني إيه؟ يعني أي جزيء ماسك فيه فوسفات هو بيعمل إزالة لمجموعة الفوسفات، يعني بيحرر مجموعات الفوسفات، عشان كده بيسمى أو بيطلق عليه دي فوسفوريليشن. بيعمل عملية اسمها دي فوسفوريليشن، يعني إزالة الفسفرة، يزيل الفسفرة، وده بيخليه يوفر إنرجي كبيرة جدا للجسم. الإنرجي اللي هي الطاقة بتاعتي أساسها مجموعة الفوسفات، الطاقة عندي أساسها الإنسان أساسها مجموعة الفوسفات، فهو بيحرر مجموعات الفوسفات عشان الإنسان يستهلكها في طاقة. من إيه؟ من أي حاجة، أي مولوكيول، أي جزيء، أي مركب يحتوي على فوسفات، أشهرهم طبعا جزيئات الطاقة اللي هي الاي تي بي والاي دي بي والاي ام بي اللي هي أدينوسين تراي فوسفات والحاجات دي. تمام، لكن أي حاجة تاني مرتبطة برضو بالفوسفات يقدر إن هو يحررها. أوكي، وبس لازم عشان يشتغل لازم يكون الوسط اللي هو بيعمل فيه الكالين، وده بيتحقق في البون، بيتحقق في الانتستين، بيتحقق في الاماكن اللي هو موجود فيها يعني. تمام، في تمام. كمان ان هو بيسهل عملية الميتابوليزم بتاعت العمليات الايض الخاصة بالجسم. بيشتغل مع عملية الكالسيفيكيشن بروسيس اللي هي عملية التصلب بتاعة العظام طبعا. طيب يبقى احنا عندنا في الكبد بيحصل عملية ميتابوليزم للبروتين، عمليات الايض الخاصة بالبروتين اللي هي هدوء بناء البروتينات اللي كان الجي بي تي والجي او تي والجي تي شغالين عليها. الالكالين كمان موجود في الكبد عشان يساعدهم في العملية دي. تمام، فهو بيسهل عملية
الترانسفير بتاع الميتابولايز اكروس السيل ممبرين، اللي هي عمليات الايض مرورها خلال الغشاء الخلايا او هكذا يعني. ونقطة كمان، من خلال وجوده في العظام هو بيسهل او بيدعم عملية الكالسيفيكيشن، والكالسيفيكيشن معناها تصلب وتعظم العظام، يعني ترسيب الكالسيوم في العظام. وبنقول ان هو ايه، ان هو عبارة عن انزيم له ايزومرز، بس ده ما يهمناش قوي. الايزومرز اللي هو اشكال تانية، زي انا عارفة ان هو اسمه اي ال بي، بشكل اسمه بي اي بي، ده عبارة عن وال اي بي، ده برضو عبارة عن ايزومرز خاصين ايه، خاصين بيه. فكرة الايزومرز يا دكتورة احلام هو نفس التركيب مع اختلاف بسيط، وبيقوم برضو في نفس بنفس الوظيفة تمام، ولكن مع اختلاف بسيط في التركيب الكيميائي، فانا بسميه ايزومرز ليه، شبيه ليه او مشابه ليه او نسخة تانية منه، فاهماني؟ بس ده مش بيهمنا قوي، لان اللي بيحصل كونسنتريتد عليه او اللي انا بركز عليه في التحاليل واللي بيطلب وتشخيص وكل حاجه هو اللي معروف، اللي هو الاي ال بي او الالكالين فوسفات بشكله كده، ومش الشبيه بيه. تمام، في اي سؤال في الالكالين او في جي جي تي عشان ندخل على البيلروبين؟ أكيد. يلا عشان نخلص البيلروبين النهارده وناخد الرينال فانكشن، وهنبقى عايزينك في المركز تمتحني، اوكي، وايه وتشتغلي عملي، أوكي، بالنسبة احنا كده واخدين للألكالين، الصوت ايه. بالنسبه للالكالين في اي حاجه؟ طريقة العمل اللي تحت دي. طريقه العملي احنا ما خدناهاش فعلا، ولا خدنا النورمال رينج، ولا خدنا النورمال رينج بتاع جي جي تي. ايه يا دكتوره احلام انت كده سرحانه مش معاك؟ لا والله معاك. طيب ماشي، انت ركزي معايا عشان ممكن في حاجات انساها. تمام، ده البنات هنا غاروا مني كلهم وعايزين ياخدوا اونلاين زيك، قول لهم يا جماعه الاونلاين ده مش لاي حد، للناس سبيشال بس. يلا، لا زي ما بتشوفي تشرحي اونلاين، عايزين احنا كمان ناخد اونلاين. بصي يا دكتور، اولا جي جي تي احنا قلنا الطريقه العملي بتاعته هي نفس الطريقه العملي بتاع جي بي تي وجي او تي. النورمال رينج بقى بتاعه اب تو 50، تفتكري الجي بي تي والجي او تي كان النورمال لحد كام؟ الجي بي تي كان النورمال بتاعه اب تو 45، 45 الجي او تي 40، 40 الجي بي تي 50. تمام، ما حد قريبين لبعض. نيجي بقى الالكالين، قلنا ان هو بعيد عنهم خالص. الالكالين الطريقه العمل بتاعته 900 مايكرو من ار 1 زائد 100 مايكرو من ار 2 زائد 10 مايكرو سيرا، وبما ان ده عباره عن انزيم يبقى بيتقاس بشكل ايه بقى، مباشر. كاينيتيك، كاينيتيك حركي، يعني قياس مباشر. كل الحاجات دي مسميات دي بتساوي بعض، كاينيتيك حركي قياس مباشر كلهم بيساوي بعض. تمام، يبقى 900 مايكرو من ار تمام. 1 زائد 100 مايكرو من ار 2 زائد 10 مايكرو من السيرم بتاع العينة بتاعتي، وبقيس قياس مباشر. لما نتيجة تطلع اقوم قايسها على نورمال رينج. النورمال رينج الالكالين فوسفات بيختلف ما بين الادلت وما بين الشيلد. بالنسبه للاطفال اب تو او لس زان، خليها افضل لس زان، لس زان 644. يعني ايه؟ يعني اقل من 644 تكون نتيجه طبيعيه، يعني اي رقم اقل من 644 يبقى هنا نتيجه طبيعيه، ولكن لو زاد عن 644 يبقى نتيجه مش طبيعيه. طيب بالنسبه للكبار، لس زان 133، لزان او اقل من 133، لزان 133. بالنسبة للأطفال لزان 644. خلاص كده، يبقى احنا كده خدنا النورمال رينج بتاع الالكالين والجي بي تي والجي جي تي سوري والطريقة العملية. في اي سؤال تاني؟ لا تمام يا دكتور. نيجي بقى للبلوروبين. البلوروبين ده بقى يعني ركزي معايا كده، وطبعا في ايدك ورقه وقلم عشان تكتبي الكلام ده. هو انت لما تاخدي كلام وتيجي تقرا الكلام اللي في الداتا هتلاقيه هو هو، بس كلامي اني بيبقى ايه، بياخد ترتيب مختلف عن الترتيب الموجود في الداتا. اولا لازم نعرف البلوروبين ده هو ايه. البلوروبين ده عباره عن صبغه، عباره عن صبغه. الصبغه دي جسمنا بينتجها كل يوم، يعني احنا كل يوم بننتج حاجه اسمها بيلروبين. طب بيتم انتاجها منين؟
من تكسير الهيموجلوبين. واحنا عارفين الهيموجلوبين دي حاجة أساسية من مكونات الدم عندنا، وهي المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والمغذيات ما بين الأنسجة وما بين خلايا جسمي، يعني حاجة مهمة جدا، هي دي اللي بتخلي لي عندي صحة في الدورة الدموية عندي، وبتخليني أتنفس بشكل طبيعي، وبتخلي كل العمليات اللي موجودة عندي إيه الحيوية عندي تتم، هو وجود الهيموجلوبين. والهيموجلوبين عبارة عن ارتباط ما بين البروتين الجلوبين والحديد وخلايا الدم الحمراء. طيب هتقولي لي هو الهيموجلوبين بيتكسر كل يوم ليه؟ مش المفروض ده حاجة مهمة ما تتكسرش؟ اقول لك اه، بس في خلايا دم حمراء لها عمر معين، وهم الثلاث شهور. عمر خلايا الدم الحمراء 3 شهور فقط، فبعد ال3 شهور خلايا الدم الحمراء بتكبر في السن وبتتكسر وبتموت، تمام؟ طب هي مش لوحدها، هي موجودة في شكل هيموجلوبين، عشان كده الهيموجلوبين بيبدأ يتكسر كمان وما يبقاش موجود ويتصنع بداله جديد. فكل يوم يا دكتورة أحلام إحنا عندنا خلايا دم حمراء كبرت في السن هتتكسر، وخلايا دم حمراء لسه الجسم بينتجها حالا، هيموجلوبين كبر وبيتكسر وهيموجلوبين جديد لسه بيتكون حالا، تمام؟ ففكرة إن الهيموجلوبين يتكسر عندنا كل يوم بنسبة معينة في المحدود طبعا، أو بنسميها وزن كنترول، دي حاجة طبيعية جدا. طيب ناتج تكسير الهيموجلوبين بيكون ايه؟ هتقسميها معايا كده، عبارة عن جلوبين وهيم، مش هي الكلمة اسمها هيم جلوبين، اقسم الكلمة نصين، هتكتبي هيم وهتكتبي جلوبين. هنيجي للجلوبين ده هنكتب تحتيه ان هو بروتين لا يفقد من الجسم ولكن يعاد استخدامه. يبقى الجلوبين عبارة عن بروتين لا يفقد من الجسم ولكن يعاد استخدامه، تمام؟ طيب ناخد بقى، يبقى كده الجلوبين ده بروتين وانا عايزاه، بروتين وانا عايزاه، الجسم مش هيرميه بره، مش هيطرده، مش هيخرجه عن طريق اليورين والاسطول والكلام ده، ولكن انا عايزاه استخدمه تاني. نيجي بقى للهيم، نقسم الهيم قطعتين، لايرنا وبيجمنت. لايرنا حديد، بيطلع من الهيم حديد وبيطلع منه بيجمنت اللي هي اصباغ اللي كانت عطشه خلايا الدم الحمراء اللون الاحمر اصلا، تمام؟ نيجي تحت الحديد ونقول ده الجسم لا يفقد الحديد ولكن يعيد استخدامه، فدي حاجه انا عايزاه. نيجي بقى عند البيجمنت اللي هي الحاجه المتبقيه من ناتج تكسير الهيموجلوبين، دي الجسم مش عايزها خالص لان هو مش هيقدر يستخدمها في اي شكل تاني، فبقول ان دي هتفقد اللي هي ايه البيجمنت. البيجمنت دي بقى او الاصباغ دي بتكون في شكل بيليفيريدين، في حاجه اسمها بيليفيريدين، فتروح تتحول لشكل ابسط اسمه انكونجيجيتد بيليروبين. انكونجيجيتد بيليروبين، الانكونجيجيتد بيليروبين دي ليها خصائص، من خصائصها ان هي ووتر انسوليابل. يعني ايه ووتر انسوليابل؟ يعني شكل غير قابل للذوبان في الماء، شكل غير قابل للذوبان في الماء اللي هي ووتر انسوليابل. طيب بما انه مش هيدوب في الدم في الميه يبقى مش هيدوب في الدم، ما هو الدم معظمه ميه، يبقى الدم مش هيقدر يحمل الانكونجيجيتد بيليروبين ويمشي بيها لحد الكلى عشان خاطر الدم يتفلتر منها وهي تخرج بقى مع اليورين وللسوق، صح كده؟ صح. فنبدأ ان احنا عايزين نغير من شكل الانكونجيجيتد بيليروبين عشان الجسم يسهل عليه التخلص منها، لان هو مش هيقدر يتخلص منها بالصورة دي. طيب نعيد بقى الموضوع من اوله ونقول ان احنا وقفنا لحد تاني. اول الموضوع خالص ان احنا كلنا جسمنا بيفرز مادة البيليروبين، والمادة دي عبارة عن اصباغ او بيجمنت، اصباغ او بيجمنت. طيب جاية منين؟ ناتج جاية من تكسير الهيموجلوبين، وكل يوم جسمنا بيكسر نسبة من الهيموجلوبين، دي عملية بتتم بصورة طبيعية نتيجة كبر عمر خلايا الدم الحمراء يوميا، فبتفقد او بتتكسر. فشكل الهيموجلوبين ده بيتكسر لثلاث حاجات، بيتكسر لجلوبين وبيتكسر لهيم، الهيم عبارة عن ايرن وعبارة عن بيجمنت. بقول البروتين الجلوبين ده بعيد استخدامه،
الايرون ده بعيد الاستخدام وحديد ما بفقدوش، ولا بفقد البروتين، انا بفقد الصبغه اللي مش هقدر استخدمها تاني. طيب الصبغه دي لما تفقد هتبدا تكون بشكل اسمه بيليفريدين. البيليفريدين هيبدا ان هو عايز يتحول معقد، ده شكل معقد، عايز يتحول لشكل اسهل شويه، هيتحول لشكل ان كونجيجيتد بيليروبين. ان كونجيجيتد بيليروبين اللي هو ايه؟ اللي هو بيليروبين الغير مصطحب. وقلنا البيليروبين الغير مصطحب او الغير مرتبط ده عنده مشكله ان هو مش بيدوب في الميه، فمش بيدوب في الدم، فالدم هيبقى صعب عليه انه يتخلص منه، فلازم ان هو يتحول تاني لشكل ابسط من كده بشكل يدوب في الميه. فهيتحول ازاي؟ عمليه تحويل الانكونجيجيتد بيليروبين بتتم داخل الخلايا الكبديه. عمليه تحويل الانكونجيجيتد بيليروبين بتتم داخل الخلايا الكبديه، تمام، بواسطه الانزيمات الكبديه في شكل او عباره عن ان الانكونجيجيتد بيليروبين بيروح يرتبط بالالبيومين. فاكره لما قلنا وظيفه الالبيومين انه بينقل السولتس والهرمونات والبيجمنت الاصباغ والمواد الاخرى من داخل لخارج الخليه او من خارج لداخل الخلايا، يعني بيدخلها الخلايا. احنا يا دوب قايلين دلوقتي ان الانكونجيجيتد بيليروبين مش هيقدر يمشي مع الدم، مش هيقدر يمتزج مع الدم، اللي هيوصلوا للكبد ويدخلوا داخل الخلايا الكبديه الالبيومين. فالالبيومين هنا وسيط، الالبيومين هنا وسيط حامل، عربيه نقل كده بتنقله بس تدخله الخلايا. طب لما يدخل الخلايا هيبدا يمسك في حاجه اسمها جلاي كرونيك اسيد، هيبدا يمسك في حاجه اسمها جلاي كرونيك اسيد، ويبدا يخرج من الخلايا الكبديه في شكل كونجيوجيتد بيليروبين. كونجيوجيتد بيليروبين معناه البيليروبين المرتبط او البيليروبين المصطحب. هو مصطحب بايه ومرتبط بايه؟ مرتبط بالجلاي كرونيك اسيد، مرتبط بالجلاي كرونيك اسيد، تمام. طيب ان ما كانش قبل كده كان ايه؟ كان انكونجيجيتد، ما كانش مرتبط بحاجه، وهو انكونجيجيتد كنا بنقول عليه ووتر انسوليابل، مش هينفع يدوب في الميه. طيب وهو كونجيجيتد؟ لا ينفع، فبقول عليه ووتر سوليابل، يبقى سهل ان انا اتخلص منه، تمام كده يا دكتوره. يبقى اول حاجه، اول حاجه جاي منين؟ التكسير لازم تكسير الانابيب. اتفضل. التكسير ده بيكون 120 يوم، ده للإنسان البالغ والأطفال نفس النورمال كله ولا إيه؟ لا كله 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 عمر خلايا الدم الحمراء مش بيختلف من شخص كبير لشخص صغير، هي كل واحد. تمام. ماشي تمام. نمسك الايه النقطة التانية، ان انا كده قلت خلاص اللي عرفته هو جاي منين، جاي نتيجة تكسير الهيموجلوبين. بالاول في صورة منه اسمها انكونجيجيتد بيليروبين، دي اللي بسميها كمان الان دايركت بيليروبين. مش احنا لما خدنا اسماء التحاليل خدنا البيليروبين توتال ودايركت وان دايركت، كلي ومباشر وغير مباشر. فين الكلي الغير مباشر؟ البيليروبين الغير مباشر اللي هو الان كونجيجيتد. شوفي نفي اهو، ان كونجيجيتد دي كلمه نفي، تمام. بوتر انسوليابل برضو دي جمله نفي. ان دايركت بيليروبين دي برضو نفي، يبقى انت كده عشان يبقى سهل عليكي تجمعي النفي مع بعض. يبقى الان دايركت هو الان كونجيجيتد، هو الووتر انسوليوم، هو اللي صعب اتخلص منه. نيجي بقى للجنب التاني، نقول الكونجيجيتد بيليروبين هو الدايركت بيليروبين هو الووتر سوليوبل. شوفي ما فيهاش نفي خالص، كلهم اثبات، ماشي، وهو ده سهل اتخلص منه. طيب هتخلص منه ازاي؟ هتبدا الدايركت بيليروبين، احنا كده ماسكين الدايركت او ماسكين الكونجيجيتد لان احنا ماشيين معاه قبل الكبد، في الكبد، بعد الكبد، تمام. كده هيخرج من الكبد في صورة مصطحبة او مرتبطة او صورة دايركت، يروح يمشي في البيلاري دكت، في القنوات المرارية اللي هتعدي على المرارة ومنها للجهاز الهضمي، ومنها يتجزأ لجزئين، جزء هيخرج مع الاستول وجزء هيخرج مع اليورين. الجزء اللي هيخرج مع اليورين هسميه يوروبلينوجين، يورين اولها يو ار. فشكل البيليروبين اللي هيتحول ويخرج مع اليورين هيبقى اسمه يوروبلينوجين. يوروبلينوجين موجوده قدامك ايه السطر، في السطر اللي قبل السؤال هو يجي التست ليه انا بعمل التست ده. اه تمام. يوروبلينوجين. والجزء اللي هيخرج مع الاستول
في السطور اللي قبليها اسمه ستارك بلينوجين، ستارك بلينوجين. فيبقى كده الكونجيجيتد بالروبين خرج على شكل ستارك بلينوجين مع الستول، واليورو بلينوجين مع اليورين. تمام. الستارك بلينوجين هتدي الستول اللون البني، عشان كده طبيعي للون الستول انه يكون لونه بني. اما اليورو بلينوجين تدي للستول اللون الاصفر. تمام. عشان كده طبيعي ان لون البول عندنا يكون لونه اصفر، عشان احنا كل يوم بنفقد الحاجه دي. هتقولي ايه ده؟ طب ما انا عارفه ان في مرض اسمه مرض الصفرة. مرض الصفرة ده بيجي من البيلوروبين اللي هو ده تحليل بتاعه. طب ليه، منين ده مرض، ومنين احنا كل يوم بنفقد البيلوروبين؟ هقول لك، ما هو لو طلع بنسبه طبيعيه وزن ليميت زي ما بنقول، او وزن كنترول، وانا فقدته بنسبه طبيعيه او بصوره طبيعيه، يعني طلعته فعلا مع اليورين والستول والميكانيزم اللي احنا يا دوب شارحينه ده تم كده زي ما احنا بنقوله بالظبط كده، انا مش هيتكون عندي مرض الصفرة. ولكن اذا تراكم البيلوروبين في احدى صوره، احدى صوره دي بقى اللي هي ايه، اللي هو في شكل كونجيجيتد بيلوروبين او ان كونجيجيتد بيلوروبين، اللي هو في شكل دايركت بيلوروبين او شكل ان دايركت بيلوروبين، هيحصل ايه؟ هيحصل عند المريض ده مرض الصفرة. فهنا يجي للشخص مرض الصفرة. تمام. يبقى مرض الصفرة هو مرض ناتج عن تراكم مادة البيلوروبين في احدى اشكالها. هتقولي ايه هي اشكال البيلوروبين؟ لا، اما تجاوب على السؤال ده وتقولي كونجيجيتد بيلوروبين زائد ان كونجيجيتد بيلوروبين اللي هو مرتبط وغير مرتبط، لا اما تقولي دايركت بيلوروبين وان دايركت بيلوروبين، حاجه من الاثنين، لا كده لا كده. تمام. طيب ايه تاني يا دكتور؟ ايه ممكن تعديها تاني الحتة دي؟ بقول، ان مرض الصفرة لما نيجي نعرفه هو اسمه جاوندس، جاوندس ديسيز. مرض الصفرة ده هو عبارة عن تراكم او بينتج من تراكم البيلوروبين، مادة البيلوروبين في احدى اشكالها. طيب نسأل سؤال تاني، يعني احنا لما نقول ايه هو مرض الصفرة وامتى بيجي، هقول هو ناتج عن تراكم مادة البيلوروبين في احدى اشكالها. نقوم سألين سؤال تاني ونقول ما هي اشكال البيلوروبين داخل الجسم، ايه هي الاشكال اللي ممكن تسبب مرض الصفرة؟ هتقومي مجاوبه باجابتين، يا اما الاجابه الاولى تقولي كونجيجيتد بالروبين زائد ان كونجيجيتد بالروبين، دي تبقى صح، يا اما تاخديها من الدايركت بالروبين زائد الان دايركت بالروبين، دي برضو تبقى صح. تمام. ولكن ما تجمعيش الاربع صور، يعني ما تقوليش كونجيجيتد بالروبين وان كونجيجيتد وبالروبين ودايركت بالروبين وان دايركت بالروبين، غلط، يبقى دي اجابه غلط، يبقى انت كده ما انتش عارفه ان الدايركت بالروبين هو الكونجيجيتد والان دايركت بالروبين هو الان كونجيجيتد، فقمتي جمعاهم فاكره ان دي حاجه ودي حاجه، لا طبعا، هما يا اما تجاوبي على اساس اصطحاب البلوروبين من غيره، يا اما تجاوبي على اساس البلوروبين المباشر والبلوروبين الغير مباشر. تمام. طيب نسال بقى سؤال تاني، هو ليه انا اعمل لما في سؤال كمان قبل ده يقول لي ايه الاشكال او شكل البلوروبين اللي الجسم بيتخلص منه، الاشكال النهائيه اللي الجسم بيتخلص منها هما شكل ستاركوبلينوجين ويوروبلينوجين. تمام. ده برضو سؤال والاجابه بتاعته، يبقى ده غير اللي فات، تراكم دول ما يسببش الصفره، لان دول الاشكال النهائيه بخروجها مع البول والبراز، لكن تراكم البلوروبين داخل الجسم بيكون بشكل كونجيجيتد وان كونجيجيتد، كونجيجيتد وان كونجيجيتد، او دايركت وان دايركت. فده سؤال وإجابة مختلف عن السؤال التاني خالص. تمام. في سؤال كمان يقول لي عملية تحول البلورومين تحصل فين؟ تحصل في الكبد فقط ومش في أي مكان غير الكبد. طب في سؤال تاني يقول، أنا كده بقول لك كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، يقول في الكبد موجود الكونجيجيتد بلورومين بس ولا الانكونجيجيتد بلورومين بس ولا موجود الاثنين؟ الإجابة إنه موجود الاثنين، بلوروبين غير مصطحب داخل بيتحول ويبقى بلوروبين مصطحب، وبيبقى برضه موجود في الكبد ويخرج من الكبد وهو مصطحب، ففي جديد داخل وفي متحول وخارج، فالاتنين بيجتمعوا في الكبد، يبقى الان كونجيجيتد بلوروبين وكونجيجيتد الاتنين مجتمعين في الكبد. كل دي اسئله ممكن تيجي على البلوروبين، بلوروبين كبير جدا ومهم.
نيجي بقى لآخر سؤال، why get tested؟ امتى اعمل التحليل ده؟ بقول بعمله للكشف عن مرض الصفرة. مرض الصفرة ده انواع هنبدأ ناخده في دراسة الحالات، في صفرة كبدية، في صفرة قبل كبدية، في صفرة بعد كبدية، في صفرة حديث ولادة. اربع انواع من مرض الصفرة بعمل عشانهم تحليل البلوروبين الكلي والمباشر والغير مباشر، تمام؟ ومش محتاجة إجابة أكتر من كده لأن ده لسه هنجاوب عليه في إيه؟ في دراسة الحالات، هنشرح بالظبط الأمراض وإمتى ده يكون عالي وإمتى ده يكون واطي والحاجات دي يعني، تمام؟ طيب باقي كده في الصفرة الطريقة العملي والنورمال رينج. جهزي بقى ورقة وقلم واعملي الجدول اللي أنا بقولك عليه ده. هتكتبي هي الطريقة العملية مش هنا في الدايت، أنا هعملها لك. هتكتبي توتال بيلروبين في جنب في نص الجدول، والنص الثاني دايركت بيلروبين، وهتقومي مقاسة نص الأولاني وهتقومي كاتبة فيه. أنا ممكن أعملهولك أبسط وأصورهولك، يعني أنت كده هتتوهي مني. أنا هعملهولك أهو وأنا بشرح لك برضو عادي. هنعمل جدول كبير وهنقسمه نصين، هنكتب التوتال بالروبين وهنكتب الدايركت بالروبين، وهنقوم ماسكين كل واحد ونقوم قاسمينه نصين تاني. هنكتب البلان، اختبار البلان واختبار السامبل للتوتال، واختبار البلان واختبار السامبل للدايركت، وهنقوم جايين على جنب كده وهنقول ان احنا هنضيف ار واحد وار اتنين والسيرم وال NaCl وR3 وR4، وهنقوم جايين وشادين خط كده بعد R1، وهنقول ان احنا هنضيف من R1 100 مايكرون في كل تيوبه من الاربع تيوبات اللي عندنا. هتقولي فين الاربع تيوبات دول؟ هقول لك التوتال بلانك دي تيوب، والتوتال سامبل دي تيوب، والدايركت بلانك دي تيوبه، والدايركت سامبل دي كمان تيوب. يبقى انا كده معايا اربع تيوبات. وبعد ما اضيف من R1 100 مايكرون في كل تيوبه، اقوم واخده R2 واضيف 1 دروب منها في السامبل فقط، يعني مش بضيفها في البلانك، لا بضيفها في السامبل فقط، فاقول 1 دروب في التيوبه اللي هي بتاعه السامبل اللي مكتوب عليها سامبل. هتقولي طب والبلانك؟ لا مش بضيف في R2 خالص فيه، فبقوم مصفراه او اقوم حاطه فيه شرطه كده. وبعد كده اخد السيره اضيف 100 مايكرون من السيرم ده وكل تيوبه من الاربعه 100 مايكرون 100 مايكرون كده، ايه وانت ماشيه كده شغال، تمام؟ وبعد كده اخد ال NaCl واضيفه في الدايركت بس 500 مايكرون و500 مايكرون. طب والتوتال مش هضيف فيه NaCl؟ اقول لك لا مش هنضيف، تمام؟ وبعد كده باخد التيوبه الدايركت واقوم عامل لها تحضير 5 دقائق بدرجه حراره 37 وبس كده. وبعد كده بمسك واسيبها بقى تتحضن. بعد كده امسك R3 واضيف 500 مايكرون من R3 في التوتال بس وفي الدايركت مش بضيفها، واقوم عامله تحضين لتيوبات التوتال اللي هما الاثنين اللي معايا لمده 10 دقائق في نفس درجه حراره 37، وبعد ما يطلعوا هضيف عليهم 500 مايكرون من R4 في التوتال بس برضه اللي هو توتال سامبل وتوتال بلانك. هتقولي طيب والدايركت مش هضيف؟ اقول لك لا مش هضيف. سوري بس احنا هنرجع لخطوه ال NaCl، مش عارفه انا نسيت ازاي يعني الحركه زي دي، وهنخليها بدل 500 الفا، بدل 500 الفا يبقى ال NaCl بيضاف الف مايكرون من ال NaCl في الدايركت بلانك والدايركت سامبل 1000 مايكرون. اما في التوتال مش بضيف. بديل ال 1000 دول هم 500 من R3 و500 من R4 بضيفهم في التوتال. وبعد كده بحضن دي كمان تحضين اللي هي ايه اللي هي التوتال بعد اضافه R4 ليها تحضين لمده 5 دقائق في نفس درجه حراره 37، وبعد كده بقيسها. وبقوم الدايركت بعد ما الخمس دقائق بتوعها يخلصوا بقيسها. القياس بيتم عن طريق ان انا بقيس البلانك الاول وبعد كده السامبل وراه مباشره. فبقيس البلانك وبعد ما تطلع نتيجه البلانك بدون ما اخرج من البرنامج او ادخل ماء ميه او اعمل اي فاصل، واقوم مدخله تيوبه بتاعه السمنه.
هنقول الجدول ده تاني. احنا كده عندنا 4 تيوبات، 2 للتوتال و2 للدايركت. الاثنين التوتال بحط فيهم 100 مايكرو من ار واحد في الاثنين، اجي ار اثنين احط 1 دروب بس في السامبل، اجي السيرم احط 100 مايكرو في الاثنين، اجي ال ان اي سي ال التوتال مش بضيف، اجي من ار 3 اضيف 500 و500 وكل تيوبه، واحضن بعد كده 10 دقائق، وبعد ما يخلصوا ال 10 دقائق اطلعها واضيف عليها من ار 4 500 و500، وبعد كده بضيف عليهم سوري بحضنهم لمده 5 دقائق، وبعد كده بقيسهم. ده اختبار التوتال. نمسك بقى اختبار الدايركت. اختبار الدايركت بجيب تيوبتين برضو، بكتب واحده بلانك وواحده سامبل، وبجيب ار واحد وبضيف 100 مايكرون في كل واحده، وبجيب ار اثنين وبضيف 1 دروب بس في السامبل، وبجيب السيرم وبضيف 100 و100 في كل تيوبه، وبجيب ال ان اي سي ال وبضيف 1000 و1000 في كل تيوبه، وبعد كده بحضر 5 دقائق، وبعد كده بقيس. انا كده كتبته وهصوره لك وابعته لك برده، كتبته كده على ورقه كده وانا ايه وانا بشرحه لك، عشان انت لو متلخبطه ولا حاجه تبقي عارفاه. في اي سؤال يا احلام؟ لا تمام يا دكتور. بالنسبة بقى للنورمال رينج، معلش قولي تاني كده عشان مش سامعاكي. بقول لك كده طريقة العمل بالنسبة بقى للنورمال رينج. النورمال رينج بقى التوتال من 5 من 10 لواحد واتنين، لواحد واتنين من عشرة. النورمال رينج بتاع التوتال من 5 من 10 لواحد واتنين من عشرة. النورمال رينج بتاع الدايركت اب تو 25%، اب تو 25% لحد 25%. شوفي حجمه او الرينج بتاعه صغنن خالص، اب تو 25%. تمام، في اي استفسار؟ تمام جدا. ماشي. ناخد نبدأ بقى في الرينال فانكشن. افصلي كده ما بين الكبد والرينال عشان ايه تكون كل حاجة يعني لوحدها. رينال فانكشن لازم اول سؤال نسأله احلام هو واي رينال فانكشن تيست ار ريكوايرد، زي ما سألناه بالظبط في الكبد. تمام، فنبدا نقول اولا عشان تشيك اب النورمال فانكشن للكدني، يعني ايه يعني عشان اطمن او اعمل تشيك اب كشف عن ان الكلى بتاعه الانسان بتقوم بالوظيفه الطبيعيه وهو مش عنده اي مشاكل. يعني شخص بيطمن على نفسه، وزي ما قلنا قبل كده ان ده بيحصل مرتين في السنه بالنسبه لاي شخص طبيعي، اسمه الفحص كده ايه فحص سنوي او نصف سنوي. تمام، طيب عشان هي اجابات نفس الاجابات بتاعت الدور اللي فات بالظبط، عشان اتابع مونتور ذا بروجريس اوف كيدني ديزيز، بس انا حابه اجيبهم بالترتيب لان دي مرحله يعني متقدمه شويه. اول حاجه ده شخص بيطمن على نفسه ممكن يعملهم زي ما قلنا، ده الفحص الثانوي او نصف ثانوي. في حد تاني حس باعراض او شاف اعراض عشان فعايز يعرف ال causes of certain symptoms اللي ظهرت عليه، اللي هي الأسباب الخاصة ب ب ب بإيه؟ بأعراض معينة ظهرت عليه. تالت واحد اكتشف إن هو عنده خلل أو زيادة في أو ارتفاع في إنزيمات الكلى، فهو عايز يعرف إيه سببها. تمام، فيبدأ يبقى كده فيه مرض في الكلى، فيكشف عن أمراض الكلى اللي هو monitor the progress of kidney disease. لو هو كمان اتحول لمريض كلى، فيبدأ كل يوم وكل اسبوع وكل فترة ان هو يعمل تحاليل وظائف الكلى عشان يتابع تطور المشكلة الصحية اللي عنده الخاصة بالكلى، اللي هي ممكن يا احلام تكون مشكلة مؤقتة وممكن تكون مشكلة دائمة. مشكلة مؤقتة يعني هتتحل ان شاء الله في فترة اقل من 6 شهور، اللي هي الاكيوت رينال فيلر. اما المشكلة الدائمة او المزمنة دي بتبقى كرونيك رينال فيلر. المشكله الصحيه دي غالبا بتعدي 6 شهور والسنه كمان بدون ما تتحل، وغالبا بتستمر مدى الحياه مع الشخص، ولكن برضو بيكون في منها درجات كتير، يعني مش اول ما بيبقى خلاص عنده مشكله في الكلى
فيبدأ ان هو يغسل وهكذا ويعيش بكلى صناعية. لا طبعا دي بتبقى مرحلة أخيرة جدا، مرحلة متقدمة جدا من مشاكل الكلى. الكلى ممكن يجي فيها حصوة، ممكن يجي فيها عدوى بكتيرية، ممكن تيجي فيها التهابات او انسداد في النفرونات. قبل كل ده مراحل قبل فشل كلوي اصلا، تمام؟ يعني كل ده لسه الكلى ما تعرضتش لفشل كلوي كامل او مزمن. نيجي بقى ان الشخص ده هياخد طبعا ادويه خاصه زي الاستراتيجي تريتمنت، اليه العلاج. فهبدا ان انا اعمل التحاليل دي عشان اتاكد من رد فعل او استجابه الجسم للادويه اللي بياخدها الخاصه بالمشكله الخاصه بالكبد. طيب في مشاكل ما تكونش، سوري، في الكلى، في مشاكل ما تكونش خاصه بالكلى اصلا، زي شخص عمل عمليه خاصه بالعظام او بالقلب او باي حاجه تاني، بياخد مهدئات، منومات، اي حاجه، مسكنات، أدوية ضغط بتأثر كتير على الكلى، أدوية سكر بتأثر برضو على الكلى. ففي الحالة دي إن هو هيعمل، هيقيس الأذر، سوري، السايد افكت اوف الأذر دراج على الكلى، يعني هيقيس تأثير الأعراض الجانبية للأدوية الأخرى على الكلى، هل ليها تأثير أو آثار جانبية على الكلى، فلازم يوقفها فورا ويستبدلها، أو هي تمام وسيف فهيستمر عليها عادي، تمام؟ وده ممكن، ده بيطلب من دكاترة الجلدية والشعرة والبشرة، بيطلب من دكتور تغذية، بيطلب من حاجات كتير، يعني مش ايه، مش مختصة على دكاترة البطنة بس. يعني تلاقي دكاترة كتير بيطلبوا تحاليل وظائف الكلى والكبد عشان خاطر يطمنوا ان العلاج اللي هم كاتبينه للمريض مش بيأثر بالسلب عليهم، تمام؟ فدي ال لا، في نقطة كمان مهمة اللي هو before and after dialysis process، يعني قبل وبعد عملية الداياليسز. يعني ايه داياليسز؟ داياليسز هي الكلى الصناعية او الغسيل الكلوي، عملية الغسيل الكلوي، ربنا يعافيهم يا رب. عملية الغسيل الكلوي، فقبل وبعد الداياليسز لازم الشخص بيحلل وظائف الكلى عشان قبل يشوف ان هو لازم دلوقتي، او ان هو ده الوقت المناسب اللي هو المفروض يعمل فيه العملية دي. وبعد طبعا بيطمن ان العملية تمت بنجاح والدم عنده بقى نقي او بقى سليم من المواد الوست او السامه دي زي اليوريا والكريات واليوريك اسيد، تمام؟ طبعا احنا ايه، احنا كده خلصنا اجابه السؤال الاولاني اللي بيقول لي واي رينال فانكشن تيست ار ريكوايرد، لماذا الحاجات دي مطلوبه او بعملها، عشان الاجابات اللي احنا قلناها دي كلها، وهتلاقيهم اللي مكتوبين ان شاء الله في الداتا. يعني نيجي بقى لنقطه تانيه، ايه هم وظائف الكلى؟ هم اليوريا والكريات واليوريك اسيد. نبدأ باليوريا. اليوريا هي ناتج الأمونيا، هي ناتج تحول الأمونيا، والأمونيا جاية ناتج تكسير البروتين اللي بتحصل في الكبد. يعني احنا كنا لسه بنشرح في الكبد، وكنا بنقول إن الكبد بيحصل فيه عملية الميتابوليزم الخاصة بالبروتين أو التهد وبناء البروتينات، تمام؟ هد وبناء البروتينات. فكده دلوقتي ناتج هد وبناء البروتينات بيكون الأمونيا، والأمونيا بتروح تتحول لليوريا، عشان الأمونيا بيصعب على الجسم التخلص منها لأنها بتكون شكل غاز سام، فيصعب التخلص منها، فلازم تتحول ليوريا. اليوريا بتبقى سي دبل بوند او ان اتش 2 ان اتش 2، ده تركيب اليوريا. طيب الأمونيا تتحول لليوريا في الكبد فقط، عشان ده برضو سؤال مهم، هي عملية تحول الأمونيا ليوريا بيتم فين؟ يتم في الكبد فقط. طيب سؤال تاني مهم، بيتم في الكبد بواسطة مين؟ بواسطة الإنزيمات الكبدية فقط، فالوحيدة اللي تقدر تحول الأمونيا ليوريا هما الإنزيمات الكبدية فقط. طيب المنطقة اللي بتحول فيها الأمونيا ليوريا اسمها بيو إن سايكل، مهم إن احنا نعرفها، بيو إن سايكل، بيو إن سايكل. البي اون سايكل دي السايكل او البروسيس اللي بيتم فيها تحويل الامونيا ليوريا في الكبد بواسطه انزيمات كبديه فقط، تمام؟ طيب كده بتخرج اليوريا عندي من الامونيا، تبدا تمشي في الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه توصلها للكبد اللي، سوري، للكلى. الكلى تنقي الدم من اليوريا والكريات اللي موجود فيه، او بما ان احنا بنتكلم على اليوريا خلاص فتثبتها لليوريا. بعد ما تنقي الدم منها تقوم مخرجاها مع اليوريا. فيبقى كده انا لازم اعرف حاجتين اساسيتين، هو مصدر اليوريا
واليوريا دي يعني الناتج النهائي ليها بيروح فين او مسارها او بتخلص منها ازاي. يبقى مصدر اليوريا هو الامونيا، والامونيا جايه من تكسير البروتين في الكبد. تمام. طيب بتروح فين؟ بتروح او بتخلص منها مع اليورين، مع اليورين اللي هو البول. تمام. عن طريق ان الاوعيه الدمويه بتحملها اللي هي اختصارها البي في او البلاد فيسل، الاوعيه الدمويه. طيب اليوريا كده ريليتد بالكلى، وريليتد بالامونيا، نسبه الامونيا، وريليتد بنسبه البروتين، وريليتد بالكبد. عشان كده عشان خاطر هي ريليتد، وريليتد كمان بالبروتين دايت. البروتين دايت اللي هو اكل البروتينات الكتير، يعني الشخص لو اكل بروتينات بنسبه عاليه هيروح يخرج من الكبد امونيا بنسبه عاليه، هيتحول لليوريا بنسبه عاليه. تمام. لو اكل قليل فناتج اليوريا هتبقى قليله، فكده اليوريا مرتبطه بالدايت اللي انا ايه باكل بتغذى عليه، مرتبطه كمان بالكبد. الكبد لو سليم وبيقوم بالميتابوليزم بتاع البروتين بشكل سليم كده خلاص انا ده مرتبط معايا بنسبه يوريا طبيعيه، ولكن لو حصل في خلل هيبدا يغير لك نسبه اليوريا تزيد او تقل. تمام. فاليوريا ما تنفعش تكون سبيسيفيك تيست فور الكيدني فانكشن، ما ينفعش تكون سبيسيفيك تيست فور الكيدني فانكشن عشان خاطر هي مرتبطه بحاجات كتير غير الكلى، يعني ممكن تزيد بسبب من اسباب تانية لسه هناخدها في دراسه الحالات، بس السبب ده ما يكونش الكلى، هو سبب تاني مختلف عن الكلى مش الكلى يعني. تمام. فعشان كده ما تنفعش تكون التحليل مميز للكلى. طيب انا لو عايزه احلل اليوريا دي هعمل ايه؟ هجيب تيوبة واحط 1000 مايكروم من ار واحد، واضيف عليه 1 دروب من ار اتنين، واضيف عليهم 10 مايكرون سيروم، واقوم حضناهم. بعد ما بحضنهم لمدة 5 دقايق بطلعها من الحضان، وبضيف عليها 200 مايكروم من ار اربعة، وبعدين بحضنها تاني من 3 لـ5 دقايق، يفضل 5، وبعد كده بقيسها. والقياس هنا بيكون كاينيتيك، كاينيتيك ايه سوري سوري مش كاينيتيك، اند بوينت، مش كاينيتك. مش كاينيتك لا، لان هي مش انزيم، اند بوينت، اند بوينت. تمام. طيب نقول الطريقه تاني، بجيب تيست تيوب بحط فيها 1000 مايكرون من ار واحد سوري من ار ثلاثة، وبضيف عليها 1 دروب من ار اتنين، وبضيف عليها 10 مايكرون سيرم، وبقوم مدخلاها الحضان لمده 5 دقائق في درجه حراره 37، وبعد كده بطلعها بضيف عليها 200 مايكرو من ار 4، بعد كده بدخلها الحضان لمده مده كام بقى، لمده خمس من 3 ل 5 دقائق، وبعد كده بطلعها بقيسها. وده تحليل معتمد على الكالور، فبسميه اند بوينت رياكشن، اند بوينت رياكشن، اند بوينت رياكشن. تمام. النورمال رينج بتاعها اب تو 45، اب تو 45 من 15 ل 45 سوري من 15 ل 45 هو نورمال ليميتد، المينيمم بتاعه 15 والماكسيمم بتاعه 45، يبقى النورمال رينج من 15 ل 45. الطريقه العملي قلناها معتمده او بسميها اند بوينت، معتمده على الكالر قياس اللون او درجه اللون. طيب هو تمام. يعني ايه التحليل ده معتمد لو البيشنت مثلا، التحليل ده معتمد لو مثلا البيشنت كان بروتين اللي اسرع في تحتي. ايوه بالظبط. ففي شرط كده بنقوله بس هو مش شرط قوي، يعني ان يفضل او مستحب الصيام عن اكل البروتينات قبل اجراء تحليل اليوريا لمده 48 ساعه، الصيام عن اكل البروتينات او على الاقل تقليل اكل البروتينات لمده مش 48 ساعه سوري 24 ساعه قبل تحليل اليوريا، تمام. عشان نسبة أكل البروتينات بتبقى دايركت مع ارتفاع اليوريا، متناسبة تناسب طردي مع ارتفاع اليوريا. تمام؟ تمام يا دكتور. ماشي يا دكتورة، كفاية كده بقى، نحسن أنا فصلت ولسه عندي محاضرة دلوقتي حالا. ماشي؟ اوكي. احنا مخصص بتاع الكيدني ده كلها ان شاء الله نمتحن العملي وكده. لا احنا لسه لما نخلص الكلى، هنخلص الكلى وجزء المصطلحات
يعني يجي نمتحن على السكر والكلى والكبد، امتحان اسمه نص كيمياء، تمام، ونشتغل العمل بتاع السكر والكلى والكبد، نقضي مع بعض يوم لذيذ تمام ان شاء الله. ماشي، بس لسه مش خلاص المحاضرة دي، بعد المحاضرة الجاية، يعني المحاضرة الجاية خلصت جزء الكلى وخلصت الجزء بتاع المصطلحات، ماشي، تمام دي ماشي الالكترولايتس دي ملناش دعوة بيها، الكلى اللي هو اليوريك اسيد والجزء ده والصفحة دي والصفحة دي، ماشي. اوكي. هو المصطلحات عامة كده كده حفظ، ممكن تبعتيلي المصطلحات حفظ، انما الباقي مش حفظ.